السيد ابو شهد من الجاهلية السلام عليكم دكتور عمرو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله كل خير يا دكتور الله يرضى ربنا. عنكم الله يبارك رب فيك ربنا يزيدك وزادك الله نورا وعلما وفضلا يا رب ربنا يرضى عنك يا استاذ الله يخليك لو سمعت القاء الضوء على على الشهاده على الشهاده وحكمها وحكم من يشهد زور والشهاده دي هل هي للطرفين ام هي حق لله طيب يعني انت دلوقتي بتقول ان الواحد يكره حد بيكره حد بالقوه ولا ادبيا لا مش بالقوه القاء الضوء على الشهاده لان في ناس كتير بتبقى عارفه الحق و و وتكتم الشهاده مش عايزه تقول الحق الل الشخص اللي هيكتم الشهاده قاسي من قلبه يعني أيوة. الشخص ده قلبه ليس فيه نور من الله سبحانه وتعالى ان هو يشوف اخوه بيتاذي او اخوه أيوة. بيحصل له شيء من الالم او شيء من الوجع لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فمساله ان واحد يستطيع انه ينقذ واحد فما ينقذوش فهو اثم لكن في نفس الوقت الشخص اللي هو بيطلب منه الشهاده لازم يكون ايه رسول الله قال ارايت الشمس في رابعه النهار قال نعم يعني انت تعرف الشمس لما بتكون في وسط النهار كده ومضيئه في حد يقدر ما يشوفهاش قال لا قال نعم قال على مثلها فاشهد يعني ما يشهدش على حاجة مظنونة ولا يشهد على حاجة هو ما تأكدش منها فلما يجي يشهد يشهد على عيان على شيء على شيء واضح يعني لو هو بيشهد على إنه سمع حاجة لو مختلط عليه الأصوات ما يشهدش لو بيشك إن الحاجة دي كان فلان ولا فلان ما يشهدش لما يشهد لما يجي يشهد على حاجة ما يشهدش هو فلان كان قصده كذا لأن قصده ده في نيته يبقى الانسان لما يجي يشهد يشهد كده. اما بقى مساله شهاده الزور فشهاده الزور لابد ان تكون معيارها ان في حد شاهد على خلاف الحقيقه. يعني معيار شهاده الزور ان في فلان شاهد كذبا. ده مرده الى الحقيقه. فاذا كان ما ينفعش ان واحد بيقول شاهد فلان ده شاهد شهاده زور وهو شاهد باللي سمعه واللي شافه ويسميه شاهد زور لان هو ساعتها مش هيبقى شاهد زور. هيبقى ساعتها ماله؟ هيبقى ساعتها شخص شهد على ما راى. اما تاويل ما راى بقى هو ما ينفعش يشهد عليه لان هو مش بالضروره يكون عارف ايه تاويل ده او فلان عمل ده ليه؟